أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بما أوصى الله به الأولين والآخرين، ألا فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، إن رقي المجتمع المسلم العربي وجلاء هويته يكمنان في اعتزازه بدينه وتمسكه بلغته، فإن دين المرء ولغته هما أسان للانتماء الحقيقي وقطبانه، فالدين قلبه واللغة لسانه، ولما كان اللسان رشاء القلب وبريده فإن اللغة فرع عن الدين المبني على الكتاب العربي المبين وسنة أفصح من نطق بالضاد سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. ومن المقرر بداهة أنه لا توجد أمة دون لغة، ولا لغة دون أمة، وإن شرف اللغة العربية لغة الكتاب العربي المبين بين اللغات كشرف دين الإسلام بين الأديان. وإذا كان نور فؤاد الأمة دينها فإن نور لسانها لغتها العربية، لأن اللغة العربية